هاي الفيروز حجر كريم لونه أزرق بيتم تقديمه عادة بالذكرى ال11 للزواج. الأوروبيين القدامى كانوا يؤمنوا بفعالية الفيروز بتحسين الوعي، بينما سكان تيبت كانوا يعتبروا أنها بتجلب الحظ الجيد، ولليوم هالحجر يعتبر الأثمن بهالمنطقة. اسم الحجر بالفرنسي تشوكواز ما كان بسبب لونه، وإنما بسبب الاعتقاد أنه تركيا هي المصدر الأول لهالحجر. أثمن أحجار الفيروز موجودة بإيران، أفغانستان، أرجنتين، أستراليا، برازيل، الصين وغيرهم. الهنود الأمريكيين بيعتبروا الحجر مقدس وعنده ارتباط روحي، وبالأمبراطورية الفارسية القديمة كان الحجر يساهم بحماية الشخص من الموت غير الطبيعي، وإذا تغير لونهم كان الشخص اللي لبسهم يفهم إنه موته قرب. مين قال إنه لون الفيروز ممكن يتغير بسبب الضوء، مسيحية التجميل، الغبرة وحموضة البشرة؟ أنا قال. شوفكم بكره.